ننتقل لسؤال موجه لكتابة الدولة المكلفة بالنقل، وموضوعه السياقة المهنية وتكوين في مهن قطاع النقل. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاتحاد المغربي لمقاولات الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتقديم السؤال. سيد الرئيس تفضل. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، الوزير المحترم، السادة الوزراء المحترمون، زملائي وزميلاتي المحترمين. كما تعلمون سيد الوزير، تم إحداث السياقة المهنية بموجب القانون 5205 بمثابة مدونة السير التي تنص على ضرورة متابعة تكوين تأهيلي أولي أدنى من أجل الحصول على البطاقة المهنية، وكذلك ضرورة متابعة تكوين مستمر إلزامي إجباري من أجل تجديد هذه البطاقة. سيد الوزير، رغم المجهودات المبذولة التي بذلتها وزارتكم الموقرة سواء في مجال التكوين السائقين، سواء من خلال مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أو من خلال المؤسسات 35 المعتمدة في القطاع الخاص، فلم يتم إتمام لم تتمكن الوزارة من إتمام برنامج الزمني المستطر، برنامج تكويني في أفق الزمني المستطر له، اللي سواء 2015 أو 2016 أو 2017. وتلقى المهنيون سيد الوزير بارتياح عميق في أواخر سنة 2018 وعدا من الوزارة، من وزارتكم الموقرة، ببرنامج تكويني من أجل مدهم بالبطاقة المهنية بصفة مجانية. يعني الوزارة غتكلف بالمصاريف، إلا أنه لم يتم ربط القرار بالتفعيل. ولذلك سؤالنا في فريق الاتحاد عن المقاولات المغرب سيد الوزير، هو أنه متى سيتم تفعيل والشروع في تفعيل هذا القرار، وتوضيحات سيد الوزير أشنا هي الفئات ديال السائقين المستهدفة، والجميع السائقين أو بحدهم الذين تشير إليهم المادة 310 من المدونة، يعني الناس الذين كانوا يزاولون مهنة السياقة قبل صدور القانون، يعني قبل 2010، وكذلك أنواع التكوينات المستهدفة، والجميع التكوينات أم فقط التكوينات المستمرة الإلزامية، وكذلك المدد ديال البرامج الزمنية لتفعيل التفعيل ديالها، مع العلم أن المراقبة ديال السياقة المهنية أنها تم تأجيل ديالها إلى سنة 2021، مما سيشجع حتما على العزوف عن طلب التكوين، والعزوف كذلك العزوف وكذلك تراخي في طلب التكوين. إذا اليوم نقول لك واحد السيد الوزير واحد المسألة، هو أنه منذ إعلان هذا الوعد من طرف الوزارة لم يتم إنجاز ولو دورة تكوينية واحدة، يعني في ظرف واحد سنة ونصف، لأن 2021 هي غدا، في ظرف سنة ونصف اللي بقات ما غاديش نتمكنوا من تسوية هذه الوضعية ديال الأعداد الهائلة، خصوصا وأن بعض المؤسسات المعتمدة أنها أقفلت أبوابها. إذا كيفاش غادي نعملوا السيد الوزير؟ لأن كما تعلمون دائما ملي كتقرب المراقبة عاد كيكون التهافت على مراكز التكوين، فهذا شيء السيد الوزير لا يستقيم، لان حاله السواء ان خصها تكون، وانه من بعد 10 سنوات و11 سنه خصنا نكونوا صفينا هذه المساله في مدونه السير، وحاله السواء هي الوحده القياسيه التي يجب ان يرد الى كل انحراف من اجل ان يوقف عليه، فهذا الانحراف يجب تقويمه. وشكرا سيد الوزير. سيد الرئيس استهلكتم وقتكم الكافي. سيد كاتب الدوله تفضل. سيد الرئيس، شكرا سيد المستشار المحترم، هو انت أدرى بهذا الملف باعتبارك شريك رئيسي وأساس للوزارة في العملية ديال المتابعة ديال الملف ديال النقل، ومنه التكوين المرتبط بالبطاقة المهنية. الوزارة بالفعل تولي الاهتمام الضروري والأساس للعنصر البشري، على أساس أن العنصر البشري خصو يكون مواكي. منذ صدور المدونة 5205 في 2010 والبرامج التي تم العمل بها، وخاصة الذين كانوا قبل الحاصلين على اللي كانوا يشتغلون في القطاع، فبرمجت كما تعلم عدة حصص، وتم التأجيل لثلاث أو أربع مرات على أساس أنه بالفعل يواكب المهنيين هذا التكوين. القرار الأخير الذي اتخذته الوزارة هو بالفعل أن تكون هذا التكوين بالمجان في التكوين الأولي والتكوين المستمر بالنسبة للمهنيين المزاولين. وتعلم السيد المستشار أنه لما تقرر أي إدارة والوزارة بأن التكوين سيكون بالمجان، بمعنى أن كل أولئك الذين من المفروض
انهم برمجوا تكوينات ولكن غادي يديو عليه واحد المبلغ، فاكيد انهم سينتظرون المجانيه. فاذا هذا النفس ديال الانتظار هو نفس اللي هو عام واللي سد داخل المهنيين. اليوم نحن اجرينا الاحصاء النهائي اللي عندنا فيه 180 الف سائق مهني سيستفيد، 180 الف. اليوم الميزانيه اللي هي مبرمجه السيد المستشار المحترم 30 مليار سنتيم، وبالتالي هذا المبلغ نحن الان بصدد اولا اعاده النظر في المقرر 27/13/1913 10 اللي مرتبط بالقرار ديال المده، اللي اليوم هذه المده غادي نحاولوا اننا بالفعل نواكبوها بالانتظارات ديال المهنيين وايضا الباترونا اللي كان في كثير من الاحيان. علاش ما كانوش يجيو المهنيين يديروا التكوين؟ لانه كان فيه واحد الجهه 30 يوم وواحد الجهه الاخرى فيها 45 يوم بالنسبه للتكوين الاولي كما تعلم، فما كانوش الباترونا ما تيبغيوش يخليو الناس ديالهم يمشيو، لان تيقولوا غديو لنا بزاف ديال الوقت، الا مشيتوا ما غاديش ترجعوا ما غاديش تلقاو الخدمه ديالكم. اذا حنا بالنظر الى تطلعات المهنيين وبالنظر الى هذه المساله اللي جات ديال المجانيه، غنقلصوا تقريبا بالثلثين هذه المده على اساس انها تصب في العمق وتمشي لما هو ضروري والزامي واللي خص ضروري ان هذا المهني يتعلموا. فاذا حنا اليوم في اطار تغيير القرار راه درت تقريبا بالمراحل كلها ديالو، لان تغيير القرار تيدوز عبر الامانه العامه للحكومه، عبر الاستشاره مع المهنيين، وعبر المجلس الحكومي راه حنا غادي نحسموا فيه نهائيا باش يتم التصويت عليه. ثم ايضا البرمجه ديال الاعتمادات، تكلمت انا على 30 مليار سنتيم. اليوم كاين الصندوقين، كاين السيغما ديال لا دي تي اس ار ديال المديريه، وكاين الفارط اللي هو الصندوق الاخر اللي من خلاله هو اللي غادي يكون الرافد الرئيسي والاساس من الناحيه الماليه باش ندبروا هذا التكوين ديال 30 مليار. اذا حنا في الترتيبات النهائيه مع وزاره الماليه في هذا الاطار، وكاين القرار اللي خصنا نوقعوا مع القطاع الخاص ومع الويف بي بي تي اللي هو مرتبط بهذه المجانيه وكيفاش غادي يتم. فاذا هذا ايضا كاين اتفاقيه كونفونسيون اللي غادي نوقعوها، رحنا الصيغه النهائيه ديال هذه الاتفاقيه رحنا تقريبا حسمناها مع وزاره الاقتصاد والماليه، مازال خاصهم يدققوا فيها شي حاجه باش نعرضوها في كثيره نهائيه على المهنيين باش نصادقوا عليها وندوزوا غنكملوها غادي ندخلوا التطبيق ان شاء الله. نشكر السيد كاتب الدوله على مساهمته القيمه في هذه الجزء.